الصيف دخل، طالما الصيف دخل يبقى مالكش غير مشروب بارد او ايس كريم او حاجة حلوة تروق بيها على مزاجك. الحاجات دي مش هتلاقيها غير في المرادني بيت الجيلاتي اللي موجود في كفر الشيخ سور صنعاء بجوار محلات اهل الشام او المصرف المتحي، واللي بيقدم كوباية ايس كريم لو جربتها مرة مش هتبطلها تاني ابدا. تقريبا كل الاطعمة اللي تتخيلها متوفرة وبجودة عالية. عايز اقولك انه بيعمل عبوات بتبدأ من 5 و7 و10 و40 جنيه، طبعا ممكن تاخدها في علبة او ممكن تاخدها في قرطاس زي ما انت عايز. واحنا هناك اتفاجئنا ان المكان مش للجيلاتي بس او الايس كريم بس، لقينا فيه قسم مشروبات الباردة. صراحة لقيناه بيقدم حاجة محترمة، بيقدم جودة عالية قوي. لقينا فيه ميلك شيك بانواعه، السموزي بجميع انواعه بالاضافة لسلطة الفاكهة وام علي اللي ناس كتيرة بتحبها. ما تنساش تسأل عن الكاسيتة لان انا جربتها وطلعت حاجة حلوة قوي. وما تنساش تسأل عن البوزة وجميع انواع المشاريب السخنة. كاسيتة، قطع جاتو، وايس كريم، عصير مانجا، ميك تشيك فانيليا، ميك تشيك شوكولاتة، عصير كيوي، تشكيل الطبق ايس كريم ب 40 جنيه، بوزة عربي سبيشال، قلبة 15، قلبة 10. والله ما شاء الله ايس كريم جميل، ويكفي الابتسامه الجميله عندهم هنا في الاستقبال، ابتسامه جميله وايس كريم جميل. في النهايه قبل ما اقفل عايز اقول لك ان المكان واسع وكبير وتقدر تقضي فيه وقت جميل، وخاصه الدور الثاني اللي اوسع بكتير. بيت الجيلاتي مش مجرد جيلاتي، بيت الجيلاتي مكان هيسعدك.